اهلا بيكم في فقرة زرع بلكونة. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن شوية نصايح وشوية تيبس كده، ازاي نعتني بالنباتات في فصل الخريف وفصل الشتاء، وازاي نعتني بالنبات في اي وقت عموما، بس بالذات الفصلين دول لان هم بيبقوا محيرين شوية اللي بيربي نبات، لان النبات بيبتدي يحصل له شوية تغيرات احنا منبقاش عارفين هل دي نتيجة لاختلاف درجة الحرارة في الوقت ده، ولا هل لان النبات فعلا فيه مشكلة ما واحنا مش عارفينها. النهارده ان شاء الله هنحاول نفرق بين الاتنين، وزي ما اتكلمنا قبل كده احنا مش هنتكلم عن نوع نبات بعينه، احنا بنتكلم عن طرق العناية بالنسبة للنبات عموما. يلا بينا. اول نصيحة بنصحها للي ناوي يشتري نبات جديد ان هو يبقى عارف ان هو بيربي كائن حي، يعني مش مجرد هنحط له شوية مية وخلاص هيبقى كده تمام، لا هو محتاج اهتمام ومحتاج رعاية زي اي كائن حي بالظبط. وكمان لما بيبتدي النبات ده يكبر، ولو في ورد الورد ده يبتدي يطلع، بتحس ان انت انجزت حاجة، وهو ده الهدف، ان النبات ده يبقى حاجة شكلها حلو قدامك، وفي نفس الوقت بتحس ان انت باحساس الانجاز ده، فبيبقى حاجة لطيفة جدا. فدي اول حاجة المفروض ان احنا نبقى عاملين حسابنا فيها. تاني حاجة، لما نتعامل مع النبات ده تعامله معاه كأنه هو طفل صغير، زي الاطفال لما بيبقوا مش قادرين هما يعبروا عن مشاعرهم بان هما يتكلموا، كل اللي بيعملوه هما يا اما بيعيطوا يا اما بيضحكوا، وطبعا عن طريقة ان الاب او الام بيتابعوا روتين حياتهم اليومي، فبيعرفوا العياط ده هل هو عياط جوع هل هو عياط تعب. طبعا النبات الوضع فيه مختلف، بس مش مختلف قوي، احنا عن طريق متابعة روتينه بنعرف هل النبات ده محتاج مية، محتاج عنصر معين، لان هو ابتدى لونه مثلا يصفر فمحتاج عنصر الحديد، وهكذا. فلازم نبقى متابعين روتين النبات ونبقى عارفين هل هو بينمو بطريقة صح وبشكل صح، ولا هل هو في مشكلة ما فاحنا محتاجين ان احنا نبتدي نعوضه بالغذاء اللازم او بالرعاية اللازمة للمشكلة دي. النقطة الثالثة هنتكلم عنها هو ان احنا نتيجة لمتابعة روتين النبات بنبقى عارفين هل التغيرات اللي بتحصل للنبات دي تغيرات منطقية ولا لا. يعني في فصل الشتاء بيبتدي ورق النبات بيقع نتيجة لان هو بيبقى مش قادر يمتص كمية مية كتيرة من التربة، فبيقلل من امتصاص المية ده فورقه بيبتدي يقع. فاحنا لو احنا متابعين الروتين بتاع النبات او احنا متابعين نمو النبات ده بطريقة صح، هنبقى عارفين هل كمية الورق اللي بتقع دي منطقية لهذا الوقت من السنة، ولا هل هي بتقع بزيادة نتيجة لان في مشكلة ما. فطبعا ده مش هيحصل او احنا مش هنعرف الكلام ده غير لما نبقى متابعين نمو النبات ده بشكل صح. طيب فرضا احنا دلوقتي عندنا صبار او عندنا عصريات هو ما فيهوش ورق علشان يبتدي يقع، فاحنا هنعرف المشكلة دي ازاي؟ برضو طريقة ان انت عارف النبات بتاعك ده بيحصل معاه ايه في الوقت ده من السنة، هتعرف هل هو في مشكلة ما ولا هل ده له علاقة بالدرجة الحرارة. زي ما قلت لكم الصبار ده مثلا ابتدى شكله يتغير في فصل الشتاء، فانا قلت عادي، لا ده طبيعي اللون ان هو يتغير كده مفيش مشاكل، بس لان انا كنت متابعه بقالي فترة لما لقيته ابتدى يدبل جامد، ولما لقيت ان هو ابتدى لا شكله ما بقاش منطقي بالنسبة لي، عرفت ان هو لا في مشكلة تانية صدفة ان هو حصلت في فصل الشتاء، وكانت ان الجذور بتاعته ابتدت تعفن لان قصرة الزرع اللي كان محطوط فيها ما كانتش كافية لان هو الجذور تنمو بطريقة صحية. طبعا هنتكلم عن مشكلة الجذور دي وازاي نقدر نعالجها في فيديو تاني ان شاء الله. تاني نوع من انواع النبات هو النبات ده، النباتات اللي بيبقى ليها سقان دي بيبقى اسهل ان احنا نقدر نعرف هل فيها مشكلة ولا لا. ازاي؟ بنيجي عند اي مكان كده وبنخدش خدش صغير،
لما بنلاقي اللون الاخضر ده معناها ان النبات بينمو بطريقه صحيه وما فيهوش اي مشكله. لما بنلاقي اللون ده متغير نبتدي نعرف ان لا، النبات ده عنده مشكله ما، فنحاول ان احنا نشوف ايه هي المشكله ونتتبع اصلها وان شاء الله نوصل لها. النباتات دي طريقه من معرفه اذا كانت صحيه ولا لا، او اذا كانت بتنمو بشكل صحي ولا لا، هي الطريقه اللي انا لسه موريها لكم. وكمان بتلاقوا ان الساق لما بتبقى فاضيه كده وتضغطوا عليها تحس ان هي بتتني او بتتكسر تحت ايديكم، اعرفوا ان النبات ده فيه مشكله ما ولازم نبتدي ندور على حل ليها. طبعا طريق الفيديوهات اللي انا بعملها لكم فقط زرع بلكونه هتعرفوا ايه المشاكل اللي بتبقى موجوده في النباتات وازاي نقدر نحلها. احنا النهارده بس بنحاول نجمع لكم كده ايه هي المشاكل اللي بتواجه النبات بشكل عام. النقطة اللي بعد كده اللي المفروض ان احنا نبقى مركزين فيها هي الفترات اللي بنسقي فيها الزرع او الفترات اللي بنديله فيها عنصر ما للتربة. لازم نبقى مركزين قوي في الحتة دي، لان احنا لو زودنا المية او زودنا عنصر ما للتربة تبتدي تيجي بنتائج عكسية على النبات. وزي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا ان كل حاجة بزيادة بتبقى مش صح، فنبقى معتدلين ونعرف الاوقات اللي النبات بيبقى محتاج فيها ان هو يتسقي مية او يحتاج لعنصر معين، وده بيقودنا للنقطة اللي بعد كده. لازم نبقى عارفين الباك جراوند او الخلفية بتاعت النبات ده، بمعنى لما تيجي تشتري نبات جديد لازم تبقى عارف موطنه الاصلي فين. لازم تبقى، مش هقول لك بقى تعرف كل التفاصيل والاسامي اللاتينيه والاسامي مش عارف ايه بتاعت النبات، لا، بس على الاقل لما تروح تشتريه من مشتل تسال صاحب المشتل ده هل هو بيحتاج ميه كتير، هل بيحتاج ميه قليل، هل بيحتاج يبقى في الشمس، هل هو نبات ظل. طبعا لازم تبقى عارف التفاصيل دي كلها ومتاخدش النبات كده وتمشي. لو انتوا مش متوفر عندكم ان انتوا تروحوا مشتل ما وتسالوا، في معارض بتقام كل فترة، ممكن تدخلوا اونلاين وتشوفوا المعارض دي بتتعمل امتى وتشتروا منها الزرع ده. اللي بيبقوا موجودين هناك بيبقوا مهندسين زراعيين، فهم بيبقوا اكتر ناس على دراية بالنباتات دي وبيبقى عندهم المعلومات الكافية، فيفضل ان انتوا تشتروها من المعارض دي. طبعا لو انتوا مش قادرين تصبروا طبعا ممكن تشتروها من المشتل، بس يفضل ان انتوا تبقوا بتشتروا من المشتل الشخص اللي فيها على دراية بالنبات ده. النصيحة اللي بعد كده اللي المفروض تبقوا عارفينها بعد ما تعرفوا المعلومات اللازمة من المشتل او من المعرض اللي انتوا اشتريتوا منه النبات ده، لازم تبقوا عارفين برضو هل النبات ده ظروفه او ظروف نموه مناسبة لأسلوب حياتكم ولا لا. يعني النبات يبقى ظروفه مناسبة لظروف حياتك. فرضا ان احنا بنسافر فترات طويلة، فالنبات طبعا بيبقى محتاج للرعايه في الفترات دي، لازم يبقى في حد موجود علشان ياخد باله من النبات ده. وطبعا لازم نبقى متابعين معاه ونقول له الاوقات اللي المفروض يتسقي فيها وهكذا. لو انت بتسافر لفترات طويله ومفيش حد ياخد باله من النبات ده، لازم تبقى عارف ان النبات ده قادر ان هو يحتمل الفترات دي من غير ما يتسقي او من غير ما يحتاج لرعايه في الفتره دي. زي ما احنا خدنا معلومات عن النبات ده من صاحب المشتل او من الشخص اللي واقف في المعرض وادالنا النبات ده، لازم نقول له برضو ان احنا هنسيب النبات ده لفترات طويلة وهو هينصحنا بايه النبات المناسب لان هو يستحمل الظروف دي. نصيحة مهمة تانية، لازم نبقى عارفين ان افضل وقت ان احنا نسقي فيه نبات بيبقى بالليل. نتجنب ان احنا نسقيه في فترة الصبح او الفترة اللي بيبقى فيها الشمس قوية، لان ده بيجي بأثار عكسية على النبات، فدايما نسقيه في فترة بالليل او ما قبل الفجر عشان بتبقى دي احسن فترة ان احنا نسقي فيها النبات او نديله اي عنصر من العناصر في الفترة دي. لما تقرر ان انت عايز تشتري نبات وتدخل في مجال رعاية النباتات، اشتري نبات واحد، ما تشتريش نباتات كتير، لان كل نبات بيبقى ليه روتين وليه طريقة معينة في الاعتناء بيه، فهتلاقي في نبات بيزدهر وفي نبات تاني بيبتدي يموت وانت مش عارف ايه السبب. وطبعا زي ما نصحتكم قبل كده لما تيجوا تشتروا النبات ده تبقوا سألين الشخص اللي في المشتل او في المعرض ده عن
طرق الاعتناء بالنبات ده، وتدخلوا اونلاين كمان تشوفوا شوية فيديوهات عن النبات ده وطرق الاعتناء بيه، علشان تقدروا تدوله الرعاية اللازمة والنبات ده يبتدي ينمو بطريقة صحية وسليمة. وبعد ما خلاص تبقوا وصلتوا لمرحلة ان انتوا عارفين تعتنوا بالنبات ده، ابتدوا اشتروا نبات تاني. بس تاني ما تشتروش نباتات كتيرة مرة واحدة، علشان هتلاقوا، ودي الغلطة اللي الناس كلها بتعملها، بتقول ان هشتري نباتات كتير واخلي المنظر شكله حلو قدامي. لا بالعكس، لما تبتدي تعرف خطوات الاعتناء بنبات ما الاول، ابتدي بعد كده اشتري نباتات تانية واعمل جنينة حتى في البيت مفيش مشاكل. شكرا جدا ان انتوا تابعتوني النهاردة، اتمنى تكون النصايح دي افادتكم. استنوني الاسبوع الجاي، وان شاء الله مش هطول عليكم. فقر زرع في بلكونة على قناة جوهر.